مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في النشرة المحلية. نظم العشرات من سائقي سيارات العشرة بولاية أضرار صبيحة الخميس وقفة احتجاجية على خلفية استفحال ظاهرة سيارات العشرة الغير الشرعية، والتي باتت تستقطب اهتمام البطالين وحتى العمال والموظفين العموميين، من بينهم العديد من الإطارات، سيما بعد إجراءات رفع التسعيرة داخل النسيج العمراني الحضري، مطالبين الجهات المسؤولة بوضع حد للظاهرة وتعزيز الرقابة لتطويق هذه الظاهرة من طرف مصالح الأمن بالولاية. دخل الشاب عبد النور، خريج جامعي ورب عائلة، أحد المنكوبين من الأمطار الطوفانية التي ضربت ولاية خنشلة وبعض ولايات الشرق نهاية الأسبوع، دخل في اعتصام أمام مدخل مقر الدائرة وسط خنشلة قبل أن يقرر الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على تهميش السلطات المحلية وتماطل المسؤولين المعنيين في نجدة أفراد عائلته وأسرته الكبيرة، وتجاهل نداءاتهم وتوسلاتهم لتقديم يد العون لهم في كوخهم الذي هدمته الأمطار الطوفانية على رؤوسهم وأجبرتهم على العيش في العراء دون أن يسأل عنهم أحد. المزيد في ميكروفون عمر عمري. هذا آخر حل لقيته، توجهت لبلاغراف، متزوج، ساكن انا والوالده الكريمه وعندي زوز خاوتي اخرين حتى هما متزوجين، اربع عائلات ساكنين تحت سقف واحد، متكون من كوخ ومن مطبخ صغير رابع لينا. درت الاجراءات القانونيه، راني مثقفكم تشوفوا في الشهادات، متخرج من مدرسه وطنيه عليا، هدرت مع المير مع رئيس المجلس الشعبي البلدي شخصيا، اللي وجهني هو الاخر لمصلحه العمران، خرجوا معايا داروا لي محاضر المعاينه، محضر المعاينه تاع الحمايه المدنيه درته حتى هو، الدار رابت عليا انا وخاوتي ويما، ما لقيت واش راح ندير. غزت الحشرات والعقارب سكنات حي النور ببلدية أم الطيور بولاية الوادي بسبب تكدس أكوام من الأوساخ والقمامة، ناهيك عن تسجيل تسربات من شبكات الصرف الصحي التي شكلت بركا من المياه القذرة، حيث أبدى سكان الحي تذمرا وسخطا كبيرا للوضعية التي بات يشهدها حيهم، وتنذر بكارثة بيئية، مشيرين إلى تقدمهم بعديد الشكاوي للسلطات المحلية مطالبينها بأن يشمل الحي نشاط عمل أعوان النظافة الذين تجاهلوه حسبهم، لتوصيات من البلدية لحسابات حزبية دفع فواتيرها سكان الحي. سكينة بالعروسي والتفاصيل. نشوف الامراض هنا في الصيف، الناموس والحشرات هنايا، طبنا هنا في البصر، طبنا والعقرب هنايا، وصيف والارض شقت، شوفوا السيسان كلها مخدومه، شوف هاك تشوفوا تاع دوغ مشى الحديد ما فيهمش من تحت، تشوفوا مخدومين مخدومين حشاك زيكو، مش دايرين لهم حتى السياس، والله سيما مسمينهم الحديد، دايرين لهم الحديد والو، دايرين غير باربات ديس ومطريانهم، المقاول يخدموا ماذا غشاش، ما يصلحش هذا، عند ربي نوكلوا عليها ربي ان شاء الله. وجات السلطات المحليه هنايا وجاوا المدير تاع البيجي وهضرنا له هنايا وقلنا لهم اخزروا وشوفوا، قالوا لنا معليش. تعاني مختلف احياء بلديه عين كرشه بولايه ام البواقي من مشاكل جمه اثرت سلبا على الاطار الحياتي للسكان، ابرزها وضعيه حي 200 سكن المحاذي لحي بوغازي الذي يشكو قاطنوه انعدام مشاريع التاهيل الحضري في ظل غياب التهيئه العمرانيه، فضلا عن افتقار اطفال الحي الى ساحه للعب وكذا الى مساحات خضراء، بينما تنتشر اكوام القمامه والبرك المائيه الملوثه. المزيد في تقرير رشيد مقدم. يشكو قاطنو حي 100 مسكن قبالة حي بوغازي ببلدية عين كرشة في ولاية أم البواقي وضعا بيئيا متدهورا، ما يسبب لهم كثيرا من المشاكل ويزعج مشاعر الأسر خصوصا الأطفال الذين يفتقرون إلى ساحة للعب، حيث ظلت مشكلة انعدام التهيئة معلقة لفترة طويلة. فغياب مشاريع التأهيل الحضري وضعف ترقية الإطار الحياتي للسكان هذا الحي أفضى إلى تسجيل تأثيرات سلبية على معيشتهم وسط أكوام القمامة وتدهور المحيط المبني بهذه المنطقة السكنية. مشاكل تاعنا ما عندنا تيوات تاع الماء، كيتصب النو تريسيتي قريب للنو، ما نقدروا كيف احنا ندير، الاولاد يلعبوا في النو يلعبوا حدا تريسيتي، وتيوات ما كانش، الباطيمات هاكم تشوفوا قريب يريبوا، والله احنا في هم كبير، نطلب من السلطات تعاوننا شويه، احنا زواليه خلاص. وفي غضون ذلك يناشد السكان الجهات المسؤوله للاسراع في ايجاد حلول بديله لهذه الوضعيه العالقه التي يعاني منها الحي، تجنبا لوقوع اي مكروه جراء انعدام التهيئه الحضريه. يشكو سكان حي واد شادي بمنطقه سطور السياحيه في ولايه سكده
تفاقم أوضاعهم الحياتية المتدنية في ظل انعدام أبسط شروط الاستقرار من انعدام للماء الشروب وغياب شبكة صرف المياه القذرة وحتى الكهرباء. المزيد في تقرير محمد حمادة. واقع معيشي متدهور يلقي بدلاله على قرابة 100 عائلة تقطن بحي واتشاد في منطقة السطورة الساحلية بأعالي ولاية سكيكدا. غياب كلي للكهرباء وانعدام شبكة صرف المياه، حياة ضنكة اختلط بها الحابل بالنابل، بينما يعيش الجميع في هذه المنطقة الريفية حياة الحرمان، حيث معاناة البحث عن شربة ماء لا تنتهي. ساكنين هنا في حي واتشادي بالقرب من سطورة، منطقة سياحية. راهم داروا لنا هنا سيتي جديدة سون لوجمون، ما فيها والو. نحكيو على الطريق، الطريق كارثة عظمى، ما يطلع لا ترونسبور هنا للناس، ما يطلع والو، امبوسيبل باش يطلع ترونسبور هنا بغاشي. الماء ما عندناش، بناو شاطو دو عنده أكثر من سيزون هو مبني ومن بعد خلاوه وراحوا، واحد ما يطلع عليك، واحد ما يشغل معاك، واحد ما يقول لك واش كاين واش ما كاش. تريسيتي لا ميم شوز، ما كاش بعد تريسيتي، ما طلع لك لا كابل ولا روح سرق من الكرابه. كي نديروا الحساب تاع الماء ولا الكرا اللي نجيبوا به الاخر الغاز وكل شيء وتاع الركبه اللي نكريوه هنايا، رانا خرجنا كاريين، ما راناش خرجنا من لاكا. نطلبوا من السلطات المعنيه يعني يتوجهوا ويشوفونا رانا خوتهم، على الاقل يشوفوا يلبيوا لنا. لا بغى طالب واحد هو تاع الماء، لبونا ولا بغى طالب واحد تاع الماء والدراري يديروا لهم الترونسبور. اذا هو حال المنطقه التي ظلت غائبه في اهتمامات الجهات المعنيه، وواقع ادرك النسيان امام تدهور المسالك المؤديه الى الجهه، خاصه اثناء التقلبات الجويه. في موضوع اخر، شهدت عاصمه الولايه بشار افتتاح المحطه الجديده للسكه الحديديه، حيث اشرف القائمون على تسيير قطاع النقل بالولايه على اول انطلاق لاول رحله من المحطه الجديده عبر الخط الرابط بين ولايتي بشار ووهران، وبذلك ودع مستعملو القطار المحطه القديمه التي يعود تاريخ بنائها الى الحقبه الاستعماريه. نور الدين مزري والتفاصيل. لا قال داروها الناحيه مليحه للبلاد، ستو الولايه بشار كانت محتاجه لهذه، خاطش الاهلاقه القديمه كانت شغل ما تحسش باللي راك في نيكار، نو في بروبليم تاع مشي عطيك ان تيكي مرضك. دوك الحمد لله بهاد لاكار وبهاد لي ميكرو وكل شيء، نتمنى ان شاء الله تكون حسن الاستقبال تاع المواطن، وكان حسن صافي في ربح الوقت. افتتاح المحطه البريه النقل بالسكه الحديديه، واليوم نقل المسافرين يكون عند في المحطه الجديده، هي مساحه 500 متر مربع، وهنا عندنا القطار. عندكم انطلاقه كل يوم؟ كل يوم، كل يوم على الساعه 8. يعني ما غاديش يتغير الوقت فيها في الشتاء؟ ما غاديش تغير في الشتاء، الا تغير نعلم المواطنين من قبل. نعلن انطلاق رسمي للمحطه الجديده نقل المسافرين السكك الحديديه بشار، معدل رحلات يعني رحله كل يوم، كل يوم يوميا رحله بشار وهران. ختاما، انطلقت حمله تشجير تخص شوارع مدينه طولقه ولايه بسكره بمبادره اقدم عليها سكان بلديه طولقه قصد انشاء غطاء نباتي عبر احياء المدينه والقضاء على ظاهره التصحر. العمليه جاءت بتكفل من مواطنين سواء في شراء الاشجار او غرسها وبمساهمه السلطات المحليه التي وفرت الاليات. الارحاب عاد بالتقرير التالي. تحت شعار امام كل منزل شجره، بادر احد اعيان مدينه طولقه ببسكره بغرس المئات من الاشجار عبر الشارع الرئيسي للمدينه بمساهمة عدد من المواطنين وتوفير الآليات بالنسبة للسلطات المحلية، ومن ثم غرس ثقافة التشجير التي تفتقدها المدينة بعد أن كانت شوارعها جرداء في ظل غياب الوعي بهذا الجانب. أطلب من جميع المواطنين مدينة طولقة بيشاركونا في هذه الحملة في التشجير، هذا تشجير تاع التوت، من السلطات يعاونونا من جميع المواطنين، خاصة رجال الأمن، رجال الحماية المدنية، نفرحوا بهم ياسر على أساس راهم شرفونا اليوم. أرجو من الإخوة المواطنين باش يحافظوا على هذه البدرة، وإن شاء الله نتمنوا الشوارع تاع طولقة كل تولي خضراء. وهذه العملية هذه أصبحت دائمة ومنهجية ومستمرة، وكما أنها أصبحت ثقافة لدى المواطنين في طولقة ولا مستوى ولاية بسكرة.
ومن خلال هذه المبادرة يأمل القائمون عليها الحفاظ على ما تم غرسه من الأشجار وتواصل العملية من خلال غرس كل مواطن لشجرة أمام بيته، وبهذا يمكن توفير مساحات خضراء للعب الأطفال غابت عن مخططات التجمعات السكنية التي يفترض أن تشمل ذلك. بهذا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام النشرة، في أمان الله.